النص السماعي مكتبة من مستوى الرابع ابتدائي، مكتبة خصص الوالد في البيت غرفة تضم آلاف الكتب، يتوسط رفوفها مجلس للقراءة، مكون من طاولة وعدة كراسي، وفوق الطاولة حاسوب ودرج يشمل عدة أقراص مدمجة، طالما لاحظت هناء وسعيدة والدهما وهو يدخل المكتبة. ويغيب فيها لساعات، كانتا تعرفان أنه يقرأ، تعجبا للوقت الذي يقضيه في القراءة كل يوم، قالت هناء لأختها: والدنا يحب الكتب، فردت سعيدة: لأني لا أعرف ما فيها، سرت مشاقة لقراءتها، قالت هناء وأنا أيضا، طلبت هناء من والدها استضافتهما في مكتبه. فرحب بهما وأخذ يشرح لهما محتوياتها، أحس الوالد بابنتيه وهما تشعران بشيء من الهيبة فقدم لهما شرابا ثم عاد ليجول بهما بين رفوف المكتبة وهو يعرفهما بالكتب التي تحتويها والأقراص المدمجة ومحتوياتها، بعد تلك الجولة جلس الوالد إلى ابنتيه ينتظر منهما قول شيء. قالت هناء: يا أبي هل قرأت كل هذه الكتب؟ رد عليها: ليس كلها. وسألته سعيدة: لماذا تقرأ لساعات في اليوم؟ رد عليها: لكي أثقف نفسي واستمتع بمتعة القراءة التي لا تضاهيها متعة أخرى. وأنتما لماذا لا تقرأان الكتب؟ ردت هناء: نحن نقرأ كتبنا المدرسية، فقال لها والدها: جميل، لكنها وحدها لا تكفي لتثقيف الإنسان، فغذاء الروح كغذاء الجسد، يجب أن يكون متنوعًا غنيًا.